آتي للموقف المريب إلى الآن، يعني ما احنا عارفين، وأنا ناقشت هذا الأمر مع الشيخ عوض، موقف الولايات المتحدة، يعني ما هل تم هذا بتنسيق بين روسيا والولايات المتحدة؟ هذا الانسحاب المفاجئ، هذا السكوت المريب، ما احنا عارفين موقفها أين الولايات المتحدة مما يحدث في سوريا؟ هل ترضى وهي يعني ترى أنها الإمبراطورية الأولى في العالم أن يعني تقوم روسيا رغم عن أنفها بهذا التدخل؟ شوف، الموقف الامريكي السابق هو عدم التدخل، الوضع السوري لا يعتبر خطر على امنهم القومي، هكذا حللوه، وبالتالي لم يهتموا بالتدخل وتركوا ما يحصل للسوريين يحصل. ولكن يجب ان نتذكر جميعا انه التدخل السوري في اوله قد يستغرق فتره طويله لكي يتبلور الموقف. الامريكي حتى الان متردد، غير متحمس للتدخل، حتى عندما يتحدث عن دعم الثوار في سوريا يقول أنه يدعمه لمحاربة داعش فقط. نعم. وعندما يرسل أسلحة يرسلها بإسقاط جوي، غريب، لماذا ترسلها بإسقاط جوي بينما بإمكانك أن ترسلها عبر الحدود التركية؟ صحيح. إلى الثوار هناك، ويرسلها إلى الثوار الأكراد. فالآن الأمريكي يدعم الأكراد ضد داعش الذين هم عرب، هذا وصفة غير جيدة، يعني حري بأحد أن يقول الأمريكان أنهم مخطئين بذلك. مشروعهم لتجنيد أو تدريب ثوار سوريين فشل، لأن السوري يقول لهم أنا لا أجد مبرر أو معنى بأن أقاتل داعش فقط وألتزم بذلك وأترك الجيش النظامي جيش بشار الأسد. لأن السوري يقرأ المشهد، لاحظ أنه كلما تتقدم القوات النظامية على الأرض يتقدم معها داعش. صحيح. العدو المشترك أمام الثوار هو داعش وقوات بشار والإيرانيين، يعني هذا التحالف البغيض الغير منطقي ما بين داعش والإيرانيين والروس والنظام السوري، بغض النظر عن تحليله وتفسيره، ولكن هذا هو الواقع الذي يستطيع أي سوري تتصل به من حلب أن يحدثكم عن معاناتهم، أنهم بينما يقاتلون النظام ضررهم مكشوف من جهة داعش، وإن كان داعش والنظام يعلن صراحة الكراهية والبغضاء، لكن على الأرض العدو الذي يواجه الثورة السورية هو داعش والنظام معا.